منى، مكان مألوف ودافئ ومريح. لكن إن أبعدنا ناظرين عن النار ونظرنا للأعلى، فسرعان ما ستغادر أفكارنا هذا المكان الآمن. هل نحن مجرد نقاط سوداء غير مهمة؟ هل العالم مكان مرحب أم عدائي؟ بإمكاننا الوقوف هنا للأبد ونحن نتساءل عن ذلك، أو بإمكاننا أن ندير ظهورنا لهذا الشاطئ وأن نغادر الوطن لنرى الكون من هنا إلى حافته، ولنكتشف عجائبه ونواجه حقائقه المرعبة. عوالم جديدة وجميلة وقوى قاتمة لا نعرف كنهها. بداية الوقت ونهاية العالم. هل سنتحلى بالشجاعة لإدراك حقيقة الأمر؟ أم هل سنهرع بالعودة إلى الوطن؟ هناك طريقة واحدة فقط لنعرف ذلك. نرتفع 100 كيلومتر إلى أعلى، ما يساوي ساعة قيادة إلى فوق عالمنا. في الأسفل تستمر الحياة بصخب حركة سياراتها وتأرجح سوق الأسهم، وما زال مسلسل حرب النجوم يعرض. لكن علينا أن نترك كل ذلك وراءنا وأن تطأ أقدامنا محيطا شاسعا ومظلما. فقط في الأماكن السطحية، في أماكن ليست ببعيدة عن الوطن، على القمر. سلك قبلنا هذا الطريق عشرات رجال الفضاء، ووطأت أقدام 12 منهم أرض القمر. إنه يبعد 4000 كيلومتر عن الوطن، أي رحلة تستغرق 3 أيام على متن سفينة فضائية، وهو قريب جدا، بحيث أننا بالكاد سنشعر بأننا غادرنا الوطن. حميم وآمن وعلى مرأى من الأرض. يبدو وكأنه أرض معركة مهجورة قصفتها ملايين النيازك والكويكبات، لكن الوضع أكثر هدوءا الآن، فمن الواضح أنه لم تكن هناك أي تصادمات منذ ملايين السنين. وهذا يعيد إلينا الذكريات، ذكريات مركبة أبولو 11 القمرية، وأول آثار خطوات نيل أرمسترونغ التي يبدو وكأنها طبيعة البارحة. فليس هناك رياح لتغير شكلها، وبهذا يمكن لها أن تبقى كما هي لملايين السنين، وربما لأكثر من ذلك. وقتنا محدود، ولهذا علينا أن نقوم بأنفسنا بقفزتنا العملاقة، وأن نقطع مدى أبعد من أي مسافة سافرها الإنسان من قبل. يوجد في الظلمة البعيدة وجه ودود، كوكب الزهرة، نجم الصباح ونجم المساء. أحيانا يستقبل اليوم الجديد من الشرق، وفي أحيان أخرى
يودعه من الغرب. تعكس سحب الكوكب الصفراء الرائعة أشعة الشمس، لهذا السبب يعد هذا الكوكب الأكثر إشعاعا في النظام الشمسي. إنه شقيق كوكبنا، وهو بنفس حجم وقوة جاذبيته تقريبا، لذا يجب أن نكون بمأمن هنا. لكن المسبار الفضائي فينوس إكسبرس يخبرنا بأن هذه السحب المتلألئة مصنوعة من حمض الكبريتيك المميت، وأن غلاف الكوكب الجوي مشبع بثاني أكسيد الكربون، وهو يقرع ناقوس الخطر. كوكب الزهرة ليس كما يبدو لنا، فهواؤه ضار وضغطه لا يمكن احتماله، وهو حار جدا بحيث تصل درجة حرارته إلى 500 درجة مئوية. إن بقينا هنا طويلا فسنتأكسد ونختنق ونسحق ونخبز. لا شيء يمكنه البقاء حيا هنا كهذا. إنه مسبار آلي يدعى سوفييت فينيرا، وقد تدمر درعه المتين بسبب الظروف الجوية القاسية. هذا الكوكب الذي يبدو على صورة ودودة من الأرض هو في الواقع لدود جدا. إنه شقيق مستعر مرصع سطحه بفوهات البراكين، وغلافه الجوي المشبع بثاني أكسيد الكربون يحبس حرارة الشمس. حرارة الشمس، إنه كاحتباس حراري خارج عن السيطرة. ربما كانت الزهرة هادئة كشقيقتها الأرض قبل أن تخرج عن السيطرة. وإن كان هذا صحيحا فقد يكون هذا مستقبل كوكبنا. يجب أن نبدأ بالتفكير بشكل جدي بالخروج من هنا والعودة. لكن هناك أمر منوم بشأن الشمس، كالأخوات ميدوسا الشريرات والمرعات جدا بحيث لا يمكن النظر إليهن، ولكنهن أكثر قوة من أن نقاومهن فتجذبننا نحوها كما تنجذب الفراشة إلى الشعلة. والآن الكوكب الذي تقزمه الشمس وتسفعه كوكب عطارد. إن اقتربنا كثيرا من الشمس فهذا ما سيحدث. درجات الحرارة تتحرك بجموح هنا، فأثناء الليل تصل إلى سالب 170 درجة، وترتفع في منتصف النهار لتصل إلى 400 درجة. إنه محروق ومتجمد ومليء بالندوب، ما يشير إلى أن كوكب عطارد له ماض عنيف. يخبرنا مسبار ماسنجر الفضائي بأمر غريب، فبالنسبة إلى حجم هذا الكوكب تعد قوة جاذبيته قوية جدا، لابد أنه أثقل مما نظن، فهو أشبه بكرة حديدية ضخمة مغطاة بقشرة خارجية من الصخور. إنه لب ما كان في الماضي كوكبا أضخم حجما. ربما اصطدم فيه كوكب ضال مؤديا إلى انفجار الطبقات الخارجية في لعبة مميتة من ألعاب الكون. فهناك كواكب عديدة طليقة تدمر كل ما قد يعترض طريقها، حتى الكواكب الأخرى، ونحن موجودون في طريقها غير محصنين ومعرضين للخطر وصغار الحجم. كل شيء يشير إلينا بالعودة، لكن من يمكنه تحدي هذه؟ هذه الشمس بسحرها الفاتن. ضوءنا وحياتنا، فكل ما نفعله محكوم للشمس ومعتمد عليها. دورة الحياة على الأرض، التوازن البيئي، قدرة الأشجار، الانقلابات التي تشع على حجر هنج الأثري، كلها تعتمد على الشمس. لملايين السنين كانت هذه أقرب مسافة يمكننا التحديق فيها بوجه الشمس. الشمس التي تبعد 150 مليون كيلومتر عن الأرض
أي رحلة تستغرق 120 سنة بالطائرة، وإن فقدت حرارتها فلن نعرف شيئا عنها لمدة 8 دقائق كاملة. إنها كبيرة جدا لدرجة أنها تتسع لمئة كوكب أرض داخلها، وهي ثقيلة جدا لدرجة أن قوة جاذبيتها تتحكم بالنظام الشمسي بأكمله. لكن من يحتاج إلى الأرقام؟ فهي هي أمامنا بحجمها وقوتها الكاملين. نحن نراها يوميا، إنه وجه مألوف في سمائنا، لكن عن قرب لن نتمكن من تمييزها. إنها بحر متموج من الغازات المتقدة، يرتفع فيها مقياس الحرارة ليصل إلى 5000 درجة، وفي مركزها لابد أن درجة الحرارة تصل إلى 100 ملايين من الدرجات. إنها حارة بما فيه الكفاية لتطلق رد فعل نوويا، محولة بذلك ملايين الأطنان من المواد إلى طاقة في كل ثانية، أي أكثر من كل الطاقات التي صنعها الإنسان مجتمعة. يمكننا رؤية هذه الطاقة على كوكبنا بهيئة ضوء، والإحساس بها على هيئة حرارة، لكن عند الاقتراب من الشمس لن نجد شيئا قد يبعث على الطمأنينة. إنها مليئة بالنشاطات الإلكترونية والمغناطيسية، وهي تنفجر على هيئة أنشوطات غازية متهيجة تدعى بالنتوءات. كل منها تطلق طاقات أكثر مما تطلقه 10 براكين مجتمعة. إن أدخلت الأرض في إحدى هذه الأنشوطات فسترى أن هناك مساحة زائدة في حلقتها تصل لعشرات آلاف الكيلومترات، وعندما تتفجر تتكشف الطبقات الأبراد التي تقبع في الأسفل، خالقة بذلك بقاعا شمسية. إنها أبرد بكسر عشري من المناطق المحيطة بها، لهذا السبب تبدو باللون الأسود، لكنها مع ذلك أسخن من أي شيء موجود على كوكب الأرض. كما أنها ضخمة جدا، فبعضها يبلغ عرضه 50,000 كيلومتر على الأقل. التوهج الشمسي، إنه تدفق مرتفع الحرارة من الغازات المكهربة التي تصدر إشعاعات مميتة إلى الفضاء. لكن في يوم ما سيتوقف كل هذا وسيبدد وقود الشمس. وعندما ينتهي ستكون هذه نهاية الأرض أيضا. بهذه الشمس تنشأ الحياة وتدمر، طالبة بذلك أن نبقى بعيدين عنها. هذا المذنب ظل على نحو قريب، فقد قامت حرارة الشمس بتسخينه وإبعاده، خالقة بذلك ذيلا ممتدا لملايين الكيلومترات. الجو قارس البرودة هنا، وليس هناك شك بالمكان الذي جاء منه المذنب، إنه الفضلات الثلجية لهذا الفضاء العميق. لكن انظروا لهذا البخار والحرارة والغبار، إنها الشمس مجددا، وهي تذيب قلب المذنب المتجمد. إنه أشبه بكرة ثلجية ضخمة مغطاة بالقطران القذر. الحبيبات الصغيرة التي تبدو كمواد عضوية محفوظة على الثلج منذ لا أحد يعلم على وجه الدقة، ربما منذ بداية النظام الشمسي حتى، حيث ضرب مذنب ما كهذا الأرض مثلا قبل مليارات السنين، وربما جلب معه مواد عضوية ومياها، أي العناصر الأساسية للحياة، وربما حتى شكلت بذور الحياة على الأرض مما سمح لنا بالحياة. لكن لنقل إنها اصطدمت بالأرض الآن. فكروا في الديناصورات وهي تمحى عن وجه الأرض
بفعل النيازك والشهب التي تصطدم بالأرض. إنها مسألة وقت وحسب، ففي النهاية في يوم ما إن لم نجد وسيلة نحمي بها أنفسنا فسنختفي بنفس الطريقة التي اختفت بها الديناصورات. الأرض آمنة في الوقت الحالي، لكن إن طمست الحياة من على وجه الأرض فسنعلق هنا في الخارج مشردين بلا هدف في كون عدائي، وسنضطر لإيجاد موطن آخر لنا. فبين ملايين ومليارات الكواكب لابد أن يكون هناك كوكب ليس شديد الحرارة ولا شديد البرودة، وفيه هواء ومياه وأشعة شمس، مكان كالذي في قصة جولديلوكس، حيث يمكننا العيش براحة. الكوكب الأحمر الذي لا يخطأ فيه، المريخ. لقد نظرنا إلى المريخ لقرون عديدة بحثا عن الرفقة وعن علامات تشير إلى وجود الحياة، قد تكون هناك في مكان ما في الأسفل حياة أرضية أخرى، لكن هل نحن مستعدون لإيجادها ولإعادة كتابة كتب التاريخ وأن نمزق كتب العلم وأن نقلب عالمنا رأسا على عقب؟ ما سيحدث لاحقا قد يغير كل شيء. يجتاح كوكب المريخ مخيلاتنا أكثر من أي كوكب آخر. فكروا في أفلام الخيال العلمي والأفلام الهزلية، وماذا أيضا؟ الفضائية؟ جميعها مجرد خيال، صحيح؟ لكن ماذا لو كان هناك شيء هنا بالفعل؟ إن كان موجودا فهو يعيش على كوكب ميت. إن العمليات التي تجعل الأرض قابلة للعيش عليها قد توقفت هنا منذ مئات الملايين من السنين. أحمر وميت، كوكب المريخ عبارة عن أحفورة ضخمة. هناك شيء ما حي، شرير الغبار. إنه ضخم، أضخم من أكبر إعصار موجود على الأرض. توجد رياح هنا، وحيثما توجد رياح يوجد هواء أيضا، الهواء الذي قد يمدنا بالحياة الأرضية. لكن الهواء أخف من أن يناسبنا هنا، فهو مليء بثاني أكسيد الكربون الخانق. ليس هناك ما يحمي كوكب المريخ من أشعة الشمس فوق البنفسجية، كما أنه بارد جدا بحيث تنخفض درجة حرارته لتصل إلى 80 درجة تحت الصفر. المياه متجمدة على الأرض وفي الأقطاب وحتى في الغلاف الجوي على هيئة ثلج. يصعب التصديق أن بمقدور أي شيء العيش هنا، لكن على كوكب الأرض توجد مخلوقات تستطيع البقاء حية في البرد القارس والحرارة الشديدة وحتى في أعمق خنادق المحيط. وكأن الحياة جرثومة فهي تتكيف وتنتشر، وربما نحن الآن نحمل جرثومة الحياة وننقلها معنا عبر الكون. حتى في أصعب الظروف تشق الحياة دوما طريقا لها. لكن على كوكب ميت ومن دون وجود نشاطات جيولوجية لاستكمال المعادن والغذاء في تربته، لن تكون هناك حرارة لتذيب مياهه المتجمدة. ومع كل هذا الغبار يصعب علينا أن نرى مكان وجهتنا. لكن لا يمكننا تفويت هذا الجبل، أوليمبوس مونس. إنه جبل ضخم قديم، وهو على ارتفاع يعدل 3 مرات ارتفاع إيفرست، كما أنه واسع جدا لدرجة أنه من الممكن أن يمتد عبر إسبانيا كلها. منذ اكتشافه في 70ات القرن الماضي تم اعتباره هامدا. قد يبدو أن هناك ما يحدث على منحدراته وكأن حممه البركانية تفيض، لكن لن تكون هناك أي انسيابات للحمم البركانية نظرا للنيازك التي قد تمحوها تماما إن ظهرت، إلا إن كان هذا الوحش ميتا أساسا. وإن لم يكن كذلك فقد يكون هناك صهير ذائب تحت القشرة الآن، وهذا يغير كل شيء. قد تذيب النشاطات البركانية المياه المتجمدة الموجودة في التربة،
وتعيد تصنيع المعادن والغذاء، مشكلة بذلك ظروفا مناسبة لنشوء الحياة. هذا يجعل وادي جراند كانيون يبدو كصدع على رصيف شارع، وهو يمتد أكثر وأكثر لدرجة أنه قد يمتد عبر أمريكا الشمالية كلها. لكن انظروا، هناك علامات على وجود نشاطات، هناك عوامل حت، وما يبدو بأنه نهر جاف على أرض الوادي. ربما أذابت النشاطات البركانية الجديدة الموجودة في التربة مرسلة بذلك المياه لتتدفق في هذا الوادي الضخم، نشاطات نعلم الآن أنها قد تذيب الجليد والذي يتحول بذلك إلى مياه. وحيث توجد مياه قد توجد حياة أيضا. إن استطعنا أن نجد مياه جارية فهناك احتمال بأن نجد مخلوقات حية. تتدحرج في هذه الأراضي المهجورة آلة تجوالي وكالة ناسا Opportunity، وهي تجد دلائل تشير إلى أن هذه السهول القاحلة كانت في يوم ما بحيرات ومحيطات قديمة، وأن هناك احتمالا بأنها أخفت حياة في طياتها. انظروا إلى هذه الخنادق. عندما تمر المسابر التي تدور حول كوكب المريخ فوقها تستمر بالتقاط خنادق جديدة، وهذا دليل أكبر على أن كوكب المريخ كوكب حي، وأنه قد تكون هناك مياه متدفقة تحت سطحه تخلق هذه الخنادق، مياه قد تمده بالحياة الأرضية. وكل ما علينا فعله الآن هو إيجادها، إلا إن لم نكن قد وجدناها من قبل، ليس على كوكب المريخ بل على كوكب الأرض. نظرية التبذر الشامل تقول إن الحياة قد بدأت هنا قبل أن تنتقل إلى الأرض، وتكمن الفكرة في أن هناك كويكبا ارتطم بكوكب المريخ وفجر أجزاء منه ورماها، كما رمى الجراثيم الصغيرة عبر الفضاء إلى داخل أرضنا الحديثة حيث خاطت بذور الحياة نفسها. لا عجب أن كوكب المريخ يذهلنا، هناك دلائل على وجود الماء على سطحه، فهل كانت هناك حيوات؟ وإذا كان هذا صحيحا فمن سكنه وأين هم؟ كوكب المريخ الذي نعرفه قد اختفى، وحل مكانه هذا الكوكب الجديد النشط المتغير. وإن لم نكن نعرف كوكب المريخ وهو أكثر كوكب تمت دراسته في النظام الشمسي كله، فما الذي لا نعرفه أيضا؟ لابد أن هناك أسرارا أخرى في الخارج تنتظر أن يتم اكتشافها. الأمر يزداد إثارة للخوف. إنه أشبه بالوجود داخل لعبة على كمبيوتر. لكن هذا حقيقي؟ الكويكبات، يصل عرض بعض الكويكبات لمئات الكيلومترات. هذا الكويكب بطول 30 كيلومترا، وانظروا هناك مجسم عليه، مسبار فضائي. ليس من السهل تثبيت مسبار فضائي على كويكب يسافر بسرعة 80,000 كيلومترا في الساعة، فالأمر يتطلب جهدا كبيرا للتحقيق في بعض الحصى، الحصى الذي يتصادم ويتفتت ويتساقط على الأرض على هيئة نيازك باستمرار. نماذج سحرية ورموز خارقة للطبيعة وأكثر من ذلك أيضا. اتضح بأن حصى كهذه هي التي اتحدت معا لتشكل الكواكب، بما في ذلك كوكبنا. لذا بتحديد تاريخ النيازك التي نجدها على الأرض استطعنا معرفة أن الكواكب قد ولدت قبل 4.5 مليار سنة. هذه هي شهادات ولادة نظامنا الشمسي وكوكبنا، لكن لسبب ما لم تتشكل هذه الصخور إلى كوكب،
لا بد أن هناك شيئا ما أوقفها، شيئا قويا. المشتري، يا له من وحش، إنه أكبر من الأرض بآلاف المرات على الأقل. إنه ضخم جدا لدرجة أنه يتسع لجميع الكواكب. إن شيئا بهذه الضخامة سيكون له تأثير كبير على الأشياء المحيطة به، فقوة جاذبيته توقف الكويكبات عن تشكيل كوكب كامل. انظروا إليه، إنه مذهل. لكن عن قرب لا تبدو الأمور كما هي عليه. إنه كوكب ضخم، وهو مكون من الغاز تقريبا. إن حطتنا هنا فسنغرق في طبقاته، وربما لن تطأ أقدامنا سطحا صلبا أبدا. وشكل المشتري الجميل هذا هو ناتج العنف الشديد، وهو يدور في مدى ضخم جارا معه الرياح بسرعة مئات الكيلومترات في الساعة، ثانيا بذلك السحب على شكل دوامات وتيارات عكسية. وهذه البقعة الحمراء الأسطورية، أكبر عاصفة عنيفة في النظام الشمسي كله. إنها أكبر من حجم الأرض بثلاثة أضعاف، وهي هائجة منذ أكثر من 300 عام. أشعلت هذه السحب عاصفة إلكترونية، الصعقة الواحدة منها أقوى بعشرة آلاف مرة من الصعقات التي لدينا على الأرض. يبدو بأن المكان الأنسب والأكثر أمنا لرؤية المشتري هو الوقوف عن بعد. هذا مشهد جميل، إنه أشبه بالرقص حول الأقطاب في ساعة الفجر. لكن عداد جايجر يتحرك بجنون، يبدو وكأن هذه أيضا قاتلة، حيث تولدها الإشاعات الضارة التي جذبها حقل كوكب المشتري المغناطيسي من الفضاء. لقد بدأنا ندرك حقيقة أن لا شيء هنا يبدو كما هو عليه. الكون مليء بالتناقضات، الخداع والمكائد. نحن الآن بحاجة إلى ملجأ آمن، إلى مكان نقف فيه لنلتقط أنفاسنا. لعل هذا القمر متعدد الألوان هو المكان المنشود. هذه الألوان الجميلة عبارة عن صخور ذائبة وعنصر الكبريت والبراكين، تخرج رمادا حارا وحارقا في الهواء لمسافة مئات الكيلومترات. هذا ليس بملجأ آمن، إنه أكثر الأماكن تقلبا بعد الشمس. بدأت رحلتنا السحرية إلى حافة الكون بالتحول إلى رحلة بائسة. علينا ألا نفقد الأمل بأنه توجد بين هذه الأخطار عجائب تنتظر منا أن نكتشفها. إنه يبعد 650 مليون كيلومتر عن الأرض. يا له من مكان غريب. ومع هذا فهو يبدو مألوفا لدينا. يشبه القطب الشمالي بكل هذا الجليد وبكل هذه القمم والتصدعات. هذه أوروبا، وربما هذا الجليد طاف على الماء السائل كما في القطب الشمالي. إنها فكرة خادعة، لكننا نبعد 800 مليون كيلومتر عن الشمس. بالطبع ستكون أوروبا متجمدة وصلبة. إلا إن كانت قوة جاذبية المشتري تشكل احتكاكا في الداخل، مانعة بذلك أوروبا من التجمد إلى درجة الصلابة.
مما يسمح للحياة بأن تستمر في الماء تحت قشرته المتجمدة. قد نكون الآن على بعد بضعة مترات من الكائنات الفضائية ومن نظام بيئي كامل من الجراثيم والقشريات وربما الرخويات. الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين احتمالية نشأة حياة كائن فضائي هي طبقة الجليد هذه. لكن إلى حين إرسالنا لمركبة فضائية لتحفر طبقة الجليد هذه، ستبقى أوروبا واحدة من أكثر أسرار النظام الشمسي غموضاً. لقد أسر مخيلاتنا وطارد أحلامنا، وها هو ذا يدور أمام أعيننا. كوكب زحل، جوهرة في تاج النظام الشمسي. رؤيته وحدها تجعل كل ما اختبرناه يستحق العناء. هناك أمر آسر في زحل. هذه الكرة الغازية الخفيفة جدا لدرجة أنه قد يطفو على الماء. إن مددنا حلقاته الرائعة فقد يصل طولها من الأرض إلى القمر، لكنها على عمق عدة مترات فقط. هذا هو المسبار كاسيني، وهو يلتقط بثا إذاعيا شبحيا قد يكون مصدره الوهج الذي يحيط بأقطاب زحل. هذا هو صوت الموسيقى الحقيقي للحلقات. كاسيني يخبرنا بأن هذه الحلقات قد تكون كل ما بقي من قمر حطمته قوة سحب زحل، وهي تشكل جمالا لا نظير له نتج من جراء دمار شامل. هناك مليارات القطع الجليدية، بعضها صغير بحجم المكعبات الجليدية وبعضها كبير بحجم المنزل، تصطدم ببعضها وتتفكك ومن ثم تتحد مجددا. إنها تمثل صورة خاطفة لشكل نظامنا الشمسي القديم، حيث شكل اتحاد الغبار والغاز شمسا حديثة الولادة، ومن ثم قامت قوة الجاذبية بدورها فجمعت الأجلاء معا حتى تشكل موطننا الأرض من حطام كهذا. يمكننا البقاء هنا للأبد للتحديق بجاذبية زحل المغرية، لكن علينا جر أنفسنا بعيدا، فما زالت هناك مسافة أبعد علينا اجتيازها والكثير لنتعلمه، وهو أمر ليس بالسهل عندما يكون أكبر شيء يمكننا رؤيته هو هذا القمر المغلف بالسحب الكثيفة تايتن. يبدو وكأنه يوجد هناك غلاف جوي كامل، فهناك رياح وأمطار وفصول حتى. وانظروا إلى هذه البحار أيضا والبحيرات والمحيطات، إنه أقرب الأماكن للأرض من حيث الشكل حتى الآن. ربما كان هذا يستحق إبعاد أنفسنا عن زحل في النهاية، إلا أن هذه ليست مياه في الحقيقة، هذا غاز سائل طبيعي. يوجد هنا غاز أكثر بمئات المرات من كل مخزون الأرض منه. إن أمكننا جلبه معنا إلى الأرض فسنتمكن من إمداد مدننا بالطاقة وسياراتنا بالوقود لآلاف السنين، أو ربما يمكننا استخدامه هنا في يوم ما لإمداد مستعمرة بالوقود، على افتراض أنه لا توجد حياة هنا أساسا. حط مسبار هايجنز الفضائي القادم من كاسيني على سطح تايتن ليكتشف لنا الحقيقة. إنه يخبرنا بأن هناك مواد عضوية في الأرض، لكنه بارد جدا، فدرجة الحرارة تصل فيه إلى 180 درجة سالبة، لذا من المستحيل أن تصبح هذه حية
إلا إذا ارتفعت درجة حرارة التايتن. حينها يتوقع أن تزداد درجة حرارة الشمس، وعندما يحدث هذا ربما يكون بيئة صالحة للحدث للأرض منذ مليارات السنين. وعندما تصبح حرارة الأرض أكثر مما نستطيع احتماله، فربما يمكننا الانتقال حينها إلى التايتن، وربما سندعو هذا المكان البعيد في يوم ما الوطن. الوطن، نحن نبعد عنه الآن مليار كيلومتر تقريبا. نفقد خلف هذه النقطة مرء الأرض. نحن نقف على جرف وننظر إلى النواحي الخارجية الغامضة للنظام الشمسي. إن أردنا أن نفهم الكون وأن نصل إلى أطرافه، فعلينا القفز عن هذا الجرف. نحن في نواحي النظام الشمسي الخارجية التي لا نستطيع رؤيتها من الأرض، ولم نعلم عنها بمعظم التاريخ. الأمر أشبه بغوصنا إلى المحيط العميق. يبدو أورانوس بحلقاته هذه وكأنه قد انحرف عن محوره وانقلب بفعل اصطدامه بكوكب ضال. الوضع غريب هنا. بدأنا نشعر وكأننا صغار وواحدون منذ الآن. ربما هذا ما سنشعر به إزاء ما سنجده عند حافة الكون. لكننا بالكاد غادرنا الشاطئ. هذا البعد الذي قلص حجم الأرض إلى حجم حبة البازلاء، مسافته تقل عن كيلومترين. لكن من أجل أن نصل إلى حافة النظام الشمسي علينا أن نسافر مسافة 20,000 كيلومتر أخرى. يوجد في هذا العمق وحش غريب آخر، نبتون. هذا العملاق محاط بغاز الميثان وبعاصفة بحجم الأرض تدور بسرعة 1500 كيلومتر في الساعة. على كوكبنا الأرض الشمس هي التي تقوم بتحريك الرياح. لابد من أن هناك شيئا آخر يقوم بخلق هذه الرياح المتوحشة، لكن لا أحد يعلم ما هو. نظامنا الشمسي ضخم، وإنه لمن المرعب ألا نعلم عنه سوى القليل. علينا أن نغوص لأعمق من هذا، أن نجد شيئا لنتعلق به. فبعد كل هذه الكرات الغازية هناك قمر صلب، ترايتون. إنه صلب لكنه غير آمن. انظروا فقط إلى هذه الينابيع الحارة، هذه المداخن الكونية التي تضخ قذارة غريبة. وهذا القمر يدور حول نبتون في اتجاه معاكس لاتجاه دوران الكوكب. إنها معركة آبار كونية سيخسرها هذا القمر الغاضب دائما. تسحب قوة جذب نبتون معها ترايتون، مخفضة بذلك سرعته وحارفة مساره. في يوم ما سيقوم نبتون بتمزيقه. هذا كل شيء، لا يوجد مزيد من الأقمار أو الكواكب في نظامنا الشمسي. الجو يزداد برودة ونحن نزداد بعدا عن الشمس وعن قبضة مجساتها الجاذبة. لكن انظروا إلى هذا، إنه ليس خال بل هو زاخر بصخوره المتجمدة وكوراته الجليدية. ككوكب بلوتو بدا حتى الآونة الأخيرة أن بلوتو وحيد ولا يوجد شيء خلفه. لقد كنا مخطئين، فهناك عوالم متجمدة أكثر واكتشافات حديثة لا يستطيع أحد الاتفاق على مسمى لها. بلوتينوس، الأقزام الجليدية، كيوبوانوس، مهما كانت التسمية
الأمور المنطوية هي نفسها. نظامنا الشمسي ليس النموذج الأنيق كما كنا نعتقد. أبعد شيء تمت رؤيته يدور حول الشمس ويبعد عن الأرض أكثر من 13 مليار كيلومتر هو عالم ثلجي صغير يدعى سيدنا، وقد تم اكتشافه عام 2003. تحتاج دورته 10,000 عام لتكتمل، وهو يبعد 130 مليار كيلومتر عن الشمس. مهلا، هناك شيء آخر. يبعد المسبار الفضائي فويجر 1 16 مليار كيلومتر عن الأرض. لولا كتلة الألمنيوم وقرنا الاستشعار هذان لما كان لدينا صور على الكواكب العملاقة ولا أي فكرة عن هذه الأقمار الغريبة. إنه يسافر بسرعة أكبر من سرعة الطلقة النارية 20 مرة، ويقوم أثناء ذلك بإرسال رسائل إلى الأرض. وانظروا، يوجد على جانبه لوحة ذهبية، إنها بمثابة رسالة في زجاجة. هناك تحية مسجلة بلغات مختلفة. وخريطة تدل على طريقة إيجاد نظامنا الشمسي. لكن إن كنت بالغابة، فهل من الحكمة الصراخ؟ أي شخص أو أي أحد يمكنه سماع صراخنا ويعرف أين نسكن ويأتي إلينا كوجه ودود؟ أو ربما لا. تمتد سحب من القمم الجليدية الكونية إلى الما لا نهاية. إنه يشبه المذنب الذي رأيناه مسبقا. ربما بدأت هنا حياة شيء ما، حطام من ولادة النظام الشمسي إلى حين قام شيء ما بإزاحته مرسلا إياه نحو الشمس، كالمذنبات التي زرعت الحياة على الأرض قبل مليارات السنين. ورؤية هذا الجليد كله تشير إلى أن هناك احتمالا بأن يكون قد جرف إلى الأرض أيضا. إنها فكرة مثيرة للدهشة، أن تكون المياه التي في المحيطات والتي في قهوتك وحتى التي في جسدك مصدرها آلة الجليد السماوية البعيدة هذه. نحن نبعد 8 مليون مليون، أي 8 بلايين سنة عن الأرض، لكن في الحقيقة هذه خطوة صغيرة. يوجد أمامنا 1 بليون كيلومتر ومليارات نجوم. حان وقت إيقاف البحث والبدء في البحث في الخارج للدخول في الكون الكبير الواسع. إلى فضاء بين نجمي. إنه فضاء بين نجمي قابع على مسافة بعيدة عن نظامنا الشمسي. يا له من منظر، حيث توجد مليارات الكواكب والنجوم كشمسنا، ويرافق العديد منها أقمار. من الصعب أن نعرف أي اتجاه نسلك، فهناك احتمالات لا تنتهي مع كل واحد منها، لكننا سنحتاج إلى دفعة قوية في كل طريق نتخذه. نحن نبعد الآن 40 بليون كيلومتر عن موطننا الأرض، أي رحلة تستغرق 150,000 سنة في المكوك الفضائي. وقد وصلنا للتو إلى النظام الشمسي الذي يلي نظامنا، ألفا قنطورس. ليس نجما واحدا بل 3، تدور حول بعضها البعض في حلقة سماوية مغلقة. تجذب قوى جذب هذه النجوم بعضها، وسرعة دورانها الجنونية هي ما يبقيها بعيدة عن بعضها البعض. إن وقفنا بينها فقد نقذف في وجه هذه النجوم. نبعد الآن
بليونات الكيلومترات عن موطننا الأرض، لدرجة أن النجوم أصبحت بلا معنى. علينا البدء بالتكلم بالسنوات الضوئية. إن شعاع ضوء واحد يتطلب سنة كاملة ليسافر مسافة 10 بلايين كيلومتر، وبالتالي 40 بليون كيلومتر تساوي بعد 4 سنوات ضوئية عن الأرض. إنه جنون. هذه المسافات بعيدة جدا لدرجة أنها تفوق الفهم، وهي مثيرة أيضا. فمن يعلم ما هي العوالم الغريبة التي تقع خلفه؟ وماذا سنكتشف ومتى إن وصلنا إلى حافة الكون؟ يقع نجم إبسلون إريداني على بعد 10 سنين ضوئية عن الأرض. يا لها من حلقات مذهلة من الغبار والجليد، وتتكون الكواكب في مكان ما فيها من الحطام وتولد أمام أعيننا. هناك كواكبات ومذنبات في كل مكان. كان بإمكاننا النظر إلى نظامنا الشمسي منذ مليارات السنين، فهذه المذنبات التي توصل الجزيئات العضوية والمياه إلى هذه النباتات الصغيرة تشعل شرارة الحياة تماما، كما سيكون قد حدث على الأرض. يوجد في وسط كل هذه الأحداث نجم أصغر من شمسنا، ما يزال في مرحلة الطفولة، وبالتالي ستكون أي حياة في هذا النظام الشمسي في مراحلها البدائية في أحسن الحالات. لابد أن هناك أنظمة شمسية أكثر نضجاً وتطوراً في الفضاء، لكن إيجادها أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش كونية. على بعد 20 سنة ضوئية من الأرض يقف نجم جليزا 581. إنه بنفس عمر شمسنا. ويدور حوله هذا الكوكب، وهو يقع على البعد المناسب عن الشمس، فإن اقترب أكثر فستغلي مياهه وتتبخر، وإن ابتعد أكثر فستتجمد. الظروف المثالية للحياة لجعلها تستمر. وإن اصطدمت به النيازك فستوصل المياه والمواد العضوية، وبالتالي قد تكون هناك حياة وكائنات معقدة التركيب مثلنا، وحضارات كحضاراتنا موجودة في الأسفل الآن. وإن كان الأمر كذلك، فحتى على هذا البعد يمكن أن يكونوا قد ضبطوا بثهم على إشارات تلفازنا ليشاهدوا برامج تبث منذ 20 عاما. لكن حتى تجد أجيال المستقبل طريقة للتواصل من هذا البعد الشاسع، كل ما يمكننا القيام به هو التخمين. نعيش كلانا، نحن وهم، حياة متوازية غير مدركين لوجود بعضنا البعض، إلا إن كانت الحياة قد بدأت واندثرت. هذه هي مشكلات المذنبات، إنها تنشئ وتدمر، كما اكتشفت هذا الديناصورات بالطريقة الصعبة منذ 65 مليار سنة. هذه هي الإبرة التي في كومة قش كونية، أقرب ما توصلنا إليه لنظامنا الشمسي، لكنها صدفة غير متوقعة. قد تكون هناك مئات وملايين الأنظمة الشمسية الأخرى كهذا النظام الشمسي، أو قد لا تكون موجودة على الإطلاق. هذا سريع،
وانظروا، إنه كوكب بيلاريفون. وهو قريب جدا من الشمس لدرجة أن اكتشافه أساسا يعد معجزة. المشكلة هي أننا لا نستطيع رؤية الكواكب البعيدة من الأرض، حيث تختفي إلى جانب ملايين النجوم التي تجاورها. لكن الكواكب تملك قوة سحب صغيرة لهذه النجوم. إن قمنا بقياس هذه المسافات الصغيرة على بعد بلايين الكيلومترات، فيمكننا إثبات وجودها. بهذه الطريقة استطعنا تتبع كوكب بيلاريفون في التسعينيات من القرن الماضي، فاتحين بذلك باب اكتشاف مئات الكواكب البعيدة. نحن الآن على بعد 65 سنة ضوئية من الأرض. إن وجهت البث نحو هذا النجم اللامع، فستلتقط إشارات تلفزيونية من أولمبياد هتلر البرلينية. النجوم الثنائية، إنه رأس الغول، نجم الشيطان، يخشاه الناس منذ القدم بسبب تصرفه الشرير. يبدو من الأرض بأنه يومض كنجم يمر أمام الآخر، لكن عن قرب الأمر أكثر غرابة، فأحد النجمين ممتد بسبب قوة جذب الآخر له. لقد قام بامتصاصه نحوه. إنه يبعد 100 سنة ضوئية تقريبا عن كوكبنا الأرض. استمعوا، هذه إحدى أوائل البث الإذاعي لهمسة منخفضة. ومن ثم يتبعها صمت. من الآن فصاعدا يبدو وكأن الأرض لم توجد قط. لا تعلم أي كائنات فضائية تسكن هنا أننا موجودون هناك. يبدو وكأنه قد مر عمر كامل على وقوفنا على الشاطئ وتحديقنا في السماء، متسائلين كيف ومتى تلاءمنا هنا. حان وقت تقدير العجائب التي نراها، ليس لما تخبرنا به عن عالمنا وحسب، بل ولما تخبرنا عن الكون كله، عن ماضيه وحاضره. يوجد في مجرتنا درب التبانة مكتبة سماوية شاسعة، يمثل كل نجم فيها قصة تروى. كلها هنا تنتظر منا رفع الغطاء. في الميثولوجيا الإغريقية نجوم تتلألأ لتضيء السماء، تذهب الوحشة وتصبح رفيقة السهر. وهذا الكوكب العملاق منكب الجوزاء، أسطع وأكبر نجم رأيناه حتى الآن. لابد من أنه أكبر ب600 مرة على الأقل من شمسنا. لكن هذا ليس نجما، وليس كوكبا، وليس كأي شيء رأيناه قبلا. إنه طيف شبحي يبعد عن الأرض أكثر من 1300 سنة ضوئية، سحابة الجوزاء المعتمة. الغبار والغاز فيه كثيفان جدا لدرجة أنهما يغلفاننا ويغلقان علينا الكون من الخارج. توجد في الداخل كرة ضوئية تجتذب الغاز والغبار نحوها، مسخنة إياهما ودامجة إياهما في كرة من الغاز الحارق. كالنجم، كشمسنا، لكن بصورة مصغرة. درجة حرارتها من الداخل عالية جدا لدرجة أنها قد تبدئ سلسلة تفاعلات نووية من النوع الذي قد يبقي شمسنا منيرة، ويصنع طاقة وإشعاعا وضوءا. تتم ولادة نجم الآن.
أو بالأحرى نجوم. إن سحابة الجوزاء المعتمة عبارة عن مصنع نجمي ضخم. نحن نشهد ولادة كون المستقبل. لقد كنا نتوقع أمورا مرعبة وعدائية، لكننا الآن في خضم اكتشاف أعظم العجائب الخلاقة، ولادة نجم. ربما تحدثنا بوقت أبكر من اللازم، طائرات نفاثة من الغاز تنفجر نحو الخارج بسرعة 200,000 كيلومتر في الساعة، دافعة الغاز والغبار لملايين الكيلومترات. إنها عنيفة بشكل لا يصدق، لكن انظروا إلى النتيجة، إنها تفوق الوصف. السديم، إنها سحابات ضخمة متوهجة من الغاز معلقة في الفضاء، وبسبب عدم وجود الرياح هنا سيتطلب الأمر منها آلاف السنين لتندثر. يبدو وكأنها تشكل تمثالا نجميا ضخما، يجعلك هذا تدرك أن الطبيعة أكثر من مجرد عالم أو مهندس، إنها فنان على مستوى مهيب. لقد رأينا بعض المناظر الغريبة، لكن هذا عبارة عن تحفة فنية. رأس حصان عملاق يرتفع عاليا في السماء، تولد النجوم وتنمو، ومن ثم ماذا؟ هل تموت؟ أم هل تنسل بهدوء داخل الليل المعتم؟ أم أنها تندثر في انفجار ما؟ يقع الجواب في مكان ما بين هذا المكان وبين الكون، في مكان يبعد 4,000 سنة ضوئية، حيث توجد سحابات مضيئة متدلية في الفضاء، محاطة بما كان في يوم من الأيام نجما كشمسنا، وكل ما تبقى منها هو هذه الغازات الساطعة. إنها عناصر تشكلت بفعل صهير نووي في عمق النجم، وأطلق سراحها إلى الفضاء أثناء موتها. ذرات الهيدروجين والهيليوم الخضراء والعنيفة، مواد الكون الخام، كما هي الحال مع ذرات الأكسجين والنيتروجين الحمراء والزرقاء. ومن أجل أن نحيا نحن، توجب على نجوم كهذه أن تموت. الأكسجين الذي في رئاتنا والنيتروجين الذي في حمضنا النووي هما الأساس لاستمرار الحياة. فالأكسجين يعمل على تنقية الدم في الأوردة والشرايين، وهو مهم لعملية التمثيل الضوئي، كما أن النيتروجين مهم جدا لتغذية النباتات. يوجد شبح النجم في قلبه، وهو القزم الأبيض. إنه أبيض وساخن وصغير، لكنه كثيف بشكل لا يصدق. في لحظات موت النجم تنهار ذراته وتعصر معا، جعلة إياه ذا كثافة عالية جدا، لدرجة أن ملعقة صغيرة من مزيجه المقلص قد تزن طنا كاملا. إنه تحذير مسبق يسبب القشعريرة لمصير الشمس، فبعد 6 مليارات سنة ستصبح قزما أبيض، وسيكون موتها مسؤولا عن انتهاء الحياة على الأرض. وهذا يجعلك تتساءل، كم من عالم آخر اندثر من قبل؟
هناك قصص بقيت غير مروية حيث لم تجد من يرويها. لكن أعظم قصة بينها جميعا على وشك أن تروى. علينا العودة بالوقت إلى الوراء لأول فصل على الإطلاق لنروي قصة بدء الكون. البقايا المتشتتة لنجم ميت، سديم السرطان. نحن نبعد 6000 سنة ضوئية عن موطننا الأرض داخل مقبرة نجمية. لقد تعلمنا الكثير ورأينا أشياء لم نظن أنها ممكنة. مشاهد كهذه العجائب التي تفوق التصور نخطوها بخطوة واحدة. نحن مستعدون لمواجهة ما سنجده أمامنا وأن نصر على الوصول إلى حافة الكون. إنه يبدو ميتا، لكن ربما هذا هو السكون الذي يسبق العاصفة. بعد انفجار ضخم وقوي كفاية ليحول نجما كبيرا إلى غبار وغاز إلى حطام، المستعر الأعظم السوبرنوفا، عين العاصفة، نجم دائر نابض. لا بد أن الجاذبية قلصت قلب النجم إلى هذا الحجم. يبلغ عرضه 20 كيلومترا فقط، وهو كثيف بدرجة تفوق الوصف. قد تزن أي كتلة بسيطة آلاف بل وملايين الأطنان. وبينما ينكمش على شكل متزلج فاتحا ذراعيه ثم يضمهما، يبدأ بالدوران بشكل أسرع. يدور شعاعان من الضوء والطاقة والإشعاعات 30 مرة في الثانية، مفعلان بذلك سحابة الغبار والغاز. توجد كميات كبيرة من الإشعاعات هنا، أكثر حتى مما يوجد على الشمس. كان ذلك أفتك الأمور التي واجهناها حتى الآن. لقد أخافتنا ذات مرة، لكننا ندرك الآن أنه لولا الأخطار لما كانت هناك عجائب، ومن دون الكوابيس لما كانت هناك أحلام. هناك إحساس غريب، شعور بأن هناك شيئا سيئا موجود هنا، حضور مؤذي، الشيء الوحيد الذي لم نرد مواجهته. إنه بغاية السواد لدرجة أنه قد يلطق النجوم التي حوله. نحن نحدق في وجه الفناء، في بقايا نجم عملاق، ثقب أسود. فعوضا عن تقلصه ليصبح قزما أبيض أو نجما طارقا، واصل مسيره وتقلص فأصبح صغيرا جدا ليصل عرضه إلى 4 كيلومترات، أصغر من نجم البولسار بكثير وتستحيل مقاومته. إن حام المرء حوله عن قرب فلن يكون هناك مجال للعودة. نحن نعلم الآن لما هو ثقب أسود. فقوة جذبه قوية جدا لدرجة أن الضوء نفسه لا يمكنه الفرار منها. هذا الكويكب عبارة عن كتلة صخرية صلبة، لكنه يمتد باستمرار حيث إن الثقب يقوم بجره. لا توجد مادة في الداخل ولا وقت
أو مساحة، فكل قوانين الفيزياء تنهار فيه. لقد اختفى الكويكب الآن، والحقيقة هي أن لا أحد يعلم أين. نحن ننظر إلى حدود فهم البشر. قد تكون هناك ملايين الثقوب السوداء تزحف حول مجرتنا، ربما أكثر من النجوم الموجودة في السماء، لكننا لن نراها إلا عند فوات الأوان. كهذا النجم يتلولب ويختفي داخل حفرة مسدودة غير مرئية. من يستطيع القول إننا لا نعيش داخل ثقب أسود ضخم؟ وإن الكون بأكمله لا يوجد داخل إحداها أيضا، وداخل كون آخر. إن فكرتم بالأمر أكثر من اللازم فسيترنح دماغكم جراء ذلك. أحيانا يبدو وكأننا كلما رأينا أكثر كلما قل ما نعرفه، لكننا نعرف أن مجرتنا معقدة وخطيرة أكثر مما كنا نتخيل. ما زلنا في مجرتنا، مجرة درب التبانة. إن اتساع الكون الذي في الخلف ما زال يمتد إلى الأمام. العجائب والأخطار والأسرار موجودة هنا. لكن أولاً علينا أن نجد طريق الخروج من مجرة درب التبانة. نحن نبعد 7000 سنة ضوئية على الأرض وما زلنا داخل مجرتنا، وكأننا في غابة كثيفة مليئة بالأشجار، كل منها جميل ومذهل. من المستحيل أن نتمكن من النظر للأمام لنرى الصورة الأكبر. علينا أن نجد طريقة لنصل إلى حافة المجرة ذات الرؤية الواضحة، فحينها فقط يمكن أن نفهم من أين بدأت هي ونحن. لكن مواجهة مناظر كهذه تجعل من الصعب علينا المغادرة. سحابة ضخمة متوهجة تترأسها أبراج الغبار هذه المسمى بأعمدة الكون كبوابة داخل المجرة. العمودان مرصعان بنتوءات صغيرة، أنظمة نجمية بدائية، كل منها بحجم نظامنا الشمسي. تمثال آخر على إبداع الطبيعة المذهل. علينا تجاهل جماله الآسر وأغنيته المغرية وإبعاد أنفسنا عنها بقوة حتى نستطيع مواصلة رحلتنا نحو حافة الكون. لقد عميت أبصارنا عن مخاطر درب التبانة بسبب انبهارنا بجمالها، فانحرف مسارنا إلى حقل ألغام كوني. تندفع سحابات ضخمة من الغاز خارج هذا النجم كانفجار بالعرض البطيء. نجم ضخم أسطع من الشمس بملايين المرات. إنها في طريقها إلى الذوبان، فالوقود الذي يغذيها على وشك النفاد، والتفاعلات النووية التي تمدها بالطاقة ستخمد قريبا. نحن الآن نشهد سكرات موتها. في النهاية سينهار قلبها وستكون النتيجة ثقبا أسود جديد. يوجد هنا نجم أكبر حتى وخطر وغير مستقر، لكن هذا على وشك الانفجار. وعندما يموت نجم كهذا يكون موته أكثر عنفا من السوبرنوفا. لقد تعثرنا بطريقة ما في أعنف موت نجمي يمكن تخيله، السوبرنوفا أو المستعر الأعظم.
لقد انهار قلب النجم وهو يتحول الآن إلى ثقب أسود. وهذه هي موجة الصدمة تتلاطم عبر النجم وتمزق طبقاته الخارجية في الفضاء. هناك شعاع قاتل في كل مكان وبكمية كافية ليكون له تأثير كارثي على كوكب غير محظوظ قريب منه. ربما كان الفاعل لجريمة إبادة كل الأجناس عن سطح الأرض قبل 450 مليون سنة مضت هو إحدى هذه الأمور. المستعرات القاتلة، المذنبات المتجمدة، الكواكب المتقدة، الأقزام البيضاء، العمالقة الحمر، الأرض. قطرات صغيرة في بركة كبيرة من الضوء الأبيض. موطننا مجرة درب التبانة. أردنا أن نعرف مكاننا من كل هذا، وها هي الإجابة. الحضارات الحالية والقديمة وكل من كان حيا، أصغر حشرة وأعلى جبل، جميعها غير مرئية ولا تمثل بقعة صغيرة حتى. موطننا هو عبارة عن كوكب صغير لنجم ضئيل، وإن اختفيا الآن فماذا أو من الذي سيلاحظ ذلك؟ ومع ذلك لم نجد حتى الآن مكانا آخر نفضل العيش فيه أو نستطيع العيش فيه. بدأنا الآن فقط ببعدنا عن موطننا الأرض بتقديره بحق. انظروا إلى كل هذه النجوم، إلى مئات الآلاف منها. لابد أن إحداها أو أكثر من مجرد واحدة فقط قادرة على دعم ظروف الحياة الملائمة. ربما يوجد هنا في حشد النجوم هذا العنقود الأعظم. قام عالمو الفلك في السبعينيات من القرن الماضي بإرسال رسالة إلى هذا الاتجاه مفصلين بنية حمضنا النووي وخطة مبينين فيها موقع نظامنا الشمسي، لكنه بعيد جدا عن موطننا لدرجة أن الرسالة لن تصل إلا بعد مرور 25,000 عام على الأقل. لم نجد حياة فضائية بعد، لكننا لم نجد أيضا سببا يدعونا لنظن أنه لا توجد حياة هنا في مكان ما. هناك معادلة مصممة لتقدير رقم الحضارات المتقدمة، إن سحقنا الأرقام ببعضها ستكون النتيجة مفاجئة، فقد يكون هناك ملايين الحضارات في مجرتنا فقط. كل ما رأيناه حتى الآن هو داخل مجرة درب التبانة، والآن ها هي فرصتنا لرؤية المجرات الأخرى ولنلمح الصورة الأكبر، وربما لنجيب على السؤال الأهم: من أين يأتي هذا كله؟ نحن الآن مستعدون لنغادر نظامنا الشمسي ومجرتنا والدخول في الفضاء القائم بين المجرات. خلف درب التبانة عبر المسافات الشاسعة التي تفصل بين المجرات وضد كل الاحتمالات، استطعنا الوصول إلى الفضاء القائم بين المجرات.
لا يوجد هنا أفق يمكن رؤيته، حتى أقرب المجرات تبعد ملايين السنوات الضوئية. لقد تمزقت بقايا المجرات بفعل قوة جذب مجرة درب التبانة القوية وتناثرت عبر اللا شيء. هذا أقرب ما يصل إليه الكون من حالة الفراغ المثالي، لكن حتى هذا الفراغ ليس خاويا تماما، فهناك حزم من الغاز وخطوط رفيعة من الغبار وشيء آخر، مادة معتمة. إنها غامضة جدا ولا نستطيع رؤيتها أو الإحساس بها أو تذوقها أو لمسها أو حتى قياسها، ومع هذا فهي شائعة جدا ويمكن أن تشكل 80% من مجموع مادة الفضاء. إن كانت المادة المعتمة موجودة بالفعل، فهذا يعني أن الفضاء الفارغ غير موجود. حتى هنا نحن محاطون بالمادة، ونحن نعلم أنها موجودة فقط بسبب التماسك الغريب الذي تبذله على المجرات، كهذه سحابة ماجلان الكبرى. نحن نبعد أكثر من 6 مليارات سنة في أسرع السفن الفضائية الحديثة، أي مسافة 160,000 سنة ضوئية عن درب التبانة، عن حافة امتداداتها الجاذبة. يجب أن تدور هذه المجرة في الفضاء، لكن هناك ما يثبتها هنا، شيء غير مرئي وقوي، مادة معتمة. نجوم، عناقيد من النجوم وسديم. إنه منزل فلكي ضخم ذو ثروة. لكن انظروا إلى هذا، يبدو كسلسلة من اللآلئ اللامعة. إنه كرة نارية، ممتد من انفجار ضخم على ما يبدو. سوبرنوفا. إنها ساطعة جدا، لدرجة أنه عندما وصل ضوء الانفجار الأرض في عام 1987 كان يمكن رؤيته بالعين المجردة، وهو عنيف جدا لدرجة أنه أطلق سلسلة تفاعلات نووية مجبرا الذرات على الاتحاد معا، فشكلت بذلك عناصر جديدة كالذهب والفضة والبلاتينيوم ودفعتها نحو الفضاء. تم تشكيل خاتم الذهب الذي ترتديه في إصبعك في انفجار سوبرنوفا كهذا على بعد ملايين الكيلومترات منذ مليارات السنين. قبل أن نترك موطننا، بدا الكون منفصلا، مجرد شيء في السماء في الأعلى. لقد كنا مخطئين، فقصة الكون هي قصة كل واحد منا. من المريح أن نتذكر أنه أثناء مغامرتنا عبر هذه الهاوية على مسافة أعمق وأعمق وبشكل أسرع أكثر وأكثر. مجرة إندروميدا تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية. إنها تتحرك عبر الفضاء بسرعة 1,000,000 كيلومتر في الساعة تقريبا. كل شيء في الفضاء يتحرك مبتعدا كشظايا الانفجار. نحن نرى هذه المجرة كما رأى أسلافنا سهول إفريقيا عندما دخلوها لأول مرة. نحن نغوص أكثر في الفضاء ونرجع في الوقت إلى الوراء أكثر. لا يبدو هذا صائبا. انفجار مجرة بأكملها. لابد أن الشيء الوحيد الكبير بما فيه الكفاية ليتسبب بانفجار بهذه القوة هو مجرة أخرى. يبدو وكأن هذه نهاية العالم، لكننا رأينا ما يكفي لنعلم أن الأمور ليست بهذه السهولة. لن تموت هذه المجرة، بل ستولد من جديد وتأخذ شكلا جديدا، أو ربما ستضم نجوما جديدة، حيث يتصادم الغبار والغاز وأمواج الصدمات فتطلق بذلك شرارة ولادة نجوم أخرى.
هناك نظام في هذه الفوضى، ونمط خلف هذا التنوع الذي لا ينتهي، ودورة لا تنتهي من البعث والموت وخلق ودمار. إنه نمط يلوح عبر البنية الشاسعة للفضاء ويربط كل واحدة من هذه المجرات. هناك مليارات المجرات في هذا الكون، وكل منها يضم مليارات بل وبلايين النجوم، وربما نجوم أكثر من حبيبات الرمل الموجودة على كل شواطئ الأرض. وهذا العدد كله هو عدد النجوم الموجودة الآن فقط. لكن ماذا عن النجوم التي اندثرت، أو النجوم التي تولد أو التي ستولد لاحقا؟ لقد بدأنا برؤية الصورة الأكبر أخيرا، وهي أكبر مما تخيلنا. هذه المجرة، مجرة دولاب الهواء الضخمة، بعيدة جدا عن الأرض، بحيث إننا لو بعثنا برسالة لموطننا الآن فسيتطلب وصولها 27 مليون سنة، ومن يعلم إن كانت الأجناس التي على كوكبنا ستكون موجودة حينها لتستقبلها. على الأرجح لن تكون كذلك. لقد وصلنا سفرنا وعدنا عبر الوقت، وتخطينا لحظة اندثار الديناصورات ولحظة زحف أول المخلوقات على الأرض. نحن الآن على بعد ملياري سنة ضوئية عن موطننا الأرض، وقد اقتربنا من حافة الكون، حيث سنعود إلى بداية الوقت. هذه ليست مجرة، فهي أسطع من 100 مجرة مجتمعة معا. إنها مجموعة من حزم الطاقة المندفعة للخارج لبلايين الكيلومترات. لا بد من أن شيئا بهذه الضخامة وهذا السطوع قوي بدرجة كبيرة. تخبرنا التجربة أن في هذا الخلاء القوة تعني الخطر. يبدو وكأنه شبه نجم، إنه أكثر الأشياء فتكا في الكون. إن كان كذلك فربما تكون رحلتنا قد انتهت، وكأن النهاية على مرأى منا. شبه النجم، أقوى الأشياء وأكثرها فتكا في الكون كله. إنه مرجل دوار لغاز حار جدا، وهو أسطع من 100 مجرة مجتمعة. إن مصدر هذه القوة الرائعة يقبع في أعماق قلب الوحش، قلب الظلام. إنه ثقب أسود بالغ الضخامة بثقل مليار شمس. إنه يمزق النجوم كلها ويمتص غازاتها إلى داخل شبه النجم ويلتهمها حتى تنعدم من الوجود وتضيع من العالم المرئي إلى الأبد. لقد رأينا أسوأ ما قد يلقيه الكون في وجوهنا، وأكثر القوى التي ينتجها الكون تأثيرا ودمارا. والآن نحن على حافة الكون، وهي في متناول اليد تقريبا. سنحتاج إلى الغوص بشكل أعمق وأسرع إن أردنا أن نعبر آخر امتدادات الكون المعروف. نحن على بعد 8 مليارات سنة ضوئية عن موطننا الأرض. هناك مجرات أكثر، لكن هذه تبدو مختلفة،
فهي رثة وصغيرة وقريبة من بعضها البعض. لقد عدنا بالوقت إلى الوراء كثيرا. نحن نرى الآن هذه المجرات على الشكل التي كانت عليه قبل أن تولد الأرض، حتى ما تزال صغيرة وفي طور نموها. ونحن نقترب من مكان وطريقة بدء هذا كله. قبل 12 مليار سنة، انظروا إلى المجرات الآن، إنها أشبه بعوالق بدائية تطوف في المحيط المعتم الضخم. إنه منظر آسر، سحب من الغبار والغاز ترقص وتتخذ أشكالا وتندمج ببعضها لتشكل أجنة المجرات. هذه الطريقة التي ولدت بها مجرتنا. إنها تختفي. لقد عدنا إلى وقت ما قبل ولادة النجوم، إلى عهد كوني مظلم. وقبل ذلك إلى عهد الضوء، الشفق الناتج عن انفجار ضخم، الانفجار الذي أنشأ الكون المعروف. لقد شارفنا على الوصول. ها هي ذي، لقد نجحنا، حافة الكون على بعد 130 مليار بليون كيلومتر عن موطننا الأرض قبل 13 مليار سنة ونصف. أول لحظات الانفجار الأعظم، أكثر اللحظات عنفا وإبداعية في التاريخ كله. كل ما حدث يتبع هذه اللحظة. كل ديانة وثقافة تأملت في هذا الانفجار، لكننا ما زلنا لا نعلم ما الذي أشعل شرارة إنشاء الكون هذا، أو لماذا. هنا تنتهي رحلتنا ويبدأ الكون. تثور نقطة ساخنة وصغيرة وكثيفة جدا. وتخلق المساحة والوقت والمادة وكوننا نفسه. أولا يكون بحجم جزيء ذري، وبعد أصغر جزء من الثانية يصبح كبيرا كفاية لتستطيع حمله في راحة يدك، وبعد لحظات يصبح بحجم الأرض. حتى اليوم ما تزال أضواء الانفجار الأكبر تنتشر كأنها صفير بث سكوني. يستطيع جهاز التلفاز التقاط هذا البث، ويمكنك رؤية هذا السكون على تلفاز غير مضبوط. نواصل مسيرنا بالتقدم مع الوقت، بركوب أمواج الانفجار. فكل الأمور التي رأيناها في رحلتنا هي شرر يتطاير من الانفجار الأكبر، مجرات ونجوم وكواكب
جميعها مجرد حطام. عودة عبر مجرتنا. ونظامنا الشمسي حتى نصل إلى رماد بارد آخر يدور في شفق الانفجار الأعظم، الأرض. وجب علينا العودة إلى الماضي لنرى مستقبلنا. بعد 3 مليارات سنة من الآن ستصطدم مجرة أندروميدا الضخمة في مجرتنا، وتولد مجرة جديدة، وتنجو الشمس والكوكب، لكنهما سيقذفان في مدار معقود حول المجرة الجديدة. ستصبح الشمس عملاقا أحمر وتبلع عطارد والزهرة وتحرق سطح كوكبنا وتدمر كل الحياة الموجودة على الأرض. ستموت الشمس وتتقلص لتصبح قزما أبيض، وستموت النجوم المجاورة أيضا وتستبدل بالأقزام البيض، والنجوم الطوارق والثقوب السوداء، وستخمد أضواء المجرة. منذ الانفجار الأعظم والكون في حالة من التلاشي والموت، ليس بفعل انفجار بل بفعل نسيج طويل جدا. قد لا تكون هناك طريقة للخروج، منفذ للهرب من كوننا الذي يحتضر. قد يكون من الممكن لسلالاتنا البعيدة أن تجد طريقا مختصرا عبر الوقت والمكان، ثقبا دافئا. إن كانت هناك أكوان أخرى، فمن الممكن أن تأخذ سلالاتنا من كوننا المحتوم عليه بالهلاك إلى كون آخر موازي له، حيث يمكن لهم أن يجدوا أرضا أخرى ما تزال في أوج عمرها. وإن كانوا محظوظين بما فيه الكفاية، فسيواصلون العيش في عالم جديد وموطن جديد.